يا رب التجربة دي تنفع معايا، التجربة دي لو نجحت هتنفعني قوي، هتبقى نقلة تانية خالص. أيوة حط ده وده كمان، لكن كده الوصفة بقيت جاهزة. فين بقى يا بابا الأكل؟ أنا هموت من الجوع، أخيرا جهزتها. أهو يا حبيبي جهزت لك الأكل اللي بتحبه وهتعجبك قوي، دوقها بقى وقول لي إيه رأيك، علشان في مفاجأة في الآخر. إيه هي يا بابا المفاجأة؟ قول لي يا بابا بسرعة، أنت عارف إن أنا مش بحب المفاجآت. لا لما تاكلها هتعرف على طول. يلا كده قول بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ كل. حاضر يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أم 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 أم. واو يا بابا طعمه لذيذ جدا، احلى اندومي اكلته في حياتي. انا بهتز كده ليه؟ بهتز كده ليه؟ اوه ها انا بقيت بطل خارق لوني اخضر. الحمد لله الحمد لله، كده وصفتي نجحت وقدرت احولك لبطل خارق علشان تساعدني في انجاز المهمات وكمان تخدم حيوانات الغابة المساكين. يعني انا بقيت بطل خارق يا بابا وهقدر اعمل حاجات والناس الشريرة ابعدها عن الغابة والناس الطيبة اساعدها يا بابا؟ طبعا طبعا يا حبيبي، امال التجربة دي كانت علشان ايه؟ يلا بقى اطلع وساعد حيوانات الغابة اللي محتاجة لمساعدتك يا سيمبا. حاضر يا بابا، مع السلامة يا بابا. حد يلحق ابني، ابني هيقع من فوق، حد ينجدنا يا حيوانات الغابة. الحقني يا بابا، ها من فوق يا بابا، خلاص هزحلق يا بابا. في ايه؟ ايه اللي بيحصل يا عم التمساح؟ الحقني يا سيمبا يا ابني، ابني التمساح كان بيتشقى فوق السطوح وهو وقع زي ما انت شايف كده، خلاص فاضل له تكه واحده ويقع. لا لا ما تخافش، ان شاء الله انا هنقذه، انا بقيت بطل خارق. روح يا ابني العب بالبدله اللي انت لابسها دي، العب يا حبيبي، مش ناقصاك الحكايه. حد الحقني، ها ها تعالى تعالى. ايه ده، انت انقذته، انا متشكر ليك جدا يا سيمبا. شفت يا عمي يا تمساح، قلت لك ان انا اتحولت لبطل خارق واقدر اعمل حاجه اي حاجه علشان اساعدكم. شكرا، متشكر جدا يا سيمبا، انا كنت لا يا صاحبي خلي بالك بعد كده، ما تحاولش ان انت تلعب كده وتتشقى فوق السطوح وتوقع نفسك. ايوه يا ابني قول له الله يخليك. ما انا بقول له اهو يا عمو، عاوز مني حاجه؟ استنى يا حبيبي، اتفضل هديتك، وانت برافو عليك شاطر، برافو. افتح يا عم يا ابو سيمبا، افتح يا عم ابو سيمبا. ايه ده ميمون، اهلا اهلا يا حبيبي، عاوز حاجه؟ انا جعان جدا يا عم ابو سيمبا، وقالوا ان انت بتعمل وجبات شهيه وطعمها لذيذ، ممكن اخد وجبه من عند حضرتك؟ طبعا يا حبيبي اتفضل. جاهز بقى، الوصفة بتاعت الواد ميمون ده شاطر ويجي منه، ممكن يتحول بطل خارق. اديك دي كمان ودي كمان، ايوه الوصفة كده بقت جاهزة. يلا يا عم ابو سيمبا انا جعان جدا. اتفضل يا حبيبي اهو، ايه رأيك في الاندومي اللذيذ بتاعي ده؟ يا سلام، ام نم نم نم، ام نم نم، واو طعمه لذيذ جدا يا عم ابو سيمبا. انا بتهزي كده ليه؟ بتهزي كده ليه؟ ايه ده، انا بقيت بطل خارق لوني ازرق. الحمد لله وصفتي نجحت للمره الثانيه، وبقيت انت كمان يا ميمون بطل خارق وتقدر تساعدني في انجاز المهمات وتساعد الناس والحيوانات. شكرا يا عم ابو سيمبا، انا همشي بقى علشان اساعد اي حيوان محتاج لي مساعدتي. اتفضل يا حبيبي. حد يلحق بنت الزرافه، بنت الزرافه، القطر هيعدي عليها. الحين يا ماما، القطر هيعدي فوقيه يا ماما، القطر هيعملني فطيره يا ماما بسكر وانا مش بحبها. حد يساعدنا، حد ينجدنا. في ايه يا خاله الزرافه، عاوزه اي مساعده؟ امشي حبيبي انت صغير ببدلتك اللي انت لابسها دي، دي مش بدله، انا اتحولت لبطل خارق. طيب يا ابني لو اتحولت كده انقذها بسرعه. انا جاي يا زرافه، ما تقلقيش هنقذك هنقذك. شكرا شكرا، متشكرة جدا ليك يا ميمون. شكرا يا حبيبي، كتر خيرك، ربنا يجازيك كل خير يا رب. اتفضل هديتك دي علشان ساعدتنا. متشكر يا خالة، بس انا بساعدكم لان انا بقيت بطل خارق. شكرا يا حبيبي. نيو افتح يا عم ابو سيمبا افتح. اهلا يا قطة، عاوزة ايه؟ عاوزة
اكل من الوجبات الشهية اللي حضرتك بتعملها، ممكن اخد من حضرتك وجبة؟ طبعا طبعا، اتفضلي لحد ما احضرها في المعمل بتاعي. ايوه اجهزها، القطة دي طيبة جدا وتستاهل ان هي تبقى بطلة خارقة. ايوه اجهز ده كمان وده كمان، كده وصفتي بقيت جاهزة. اتفضلي يا قطقوطة وبالهنا والشفا. شكرا يا عم ابو سامبا، متشكرة خالص، انا كنت هموت من الجوع. هم 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 هم. واو طعم لذيذ. ايه ده ايه ده ايه ده، انا بتهز كده ليه؟ يا خبر يا خبر يا خبر، يا انا اتحولت وبقيت بطلة خارقة. برافو عليكي، يلا شدي حيلك وساعدي حيوانات الغابة انت كمان. اه انا كبرت خلاص ومش قادر اشيل الحاجات دي، مفيش حد يساعدني من الحيوانات. انا يا عم الجمل ممكن اساعدك. امشي يا قطة يا بنت، انت صغيرة ومتقدريش على الحاجات دي. لا يا عمي، انا بقيت بطلة خارقة واقدر اعمل اي حاجة وانا في مساعدتك. طيب يا بنت اتفضلي اهو، يلا. شكرا يا بنتي تعبتي. لا يا عم الجمل اتفضل معايا. شكرا يا بنتي كتر خيرك، اتفضلي الهدية دي علشان انت ساعدتيني. العفو العفو، مع السلامة يا عم الجمل. سلام يا بنتي. انت عاوز مني ايه يا عم الذئب المتحول؟ انت عاوز تاكلني ولا ايه؟ لا حل بس بقي بيك يا عم الفلافيلو، تعالى هنا اماكله. حد يلحقني، حيوانات الغابة لحقوني. ها بتعمل ايه يا ذئب يا متحول؟ سيب الفلافيلو المسكين ده في حاله. ها ما بقاش غيرك انت يا صغنن اللي هتدافع عن الفيل. طب وريني بقى نفسك وهتقدر ازاي. هوريك، خد. ايه ده، انت بقيت قوي كده ازاي؟ ادخل السجن يلا يا ذئب يا متحول. ايه ده ايه ده، طلعوني من هنا طلعوني من هنا. متشكر جدا ليك يا سيمبا، انت انقذتني من الذئب المتحول، اتفضل الهدية دي. العفو العفو كتر خيرك. سلام. انا ما اشي شايفة حاجة، عاوز اروح لعيالي، وانا هسلي ايه؟ مالك يا بارة ياسمينة، بتنعري كده ليه لوحدك؟ مين ميمون؟ عاوز ايه يا ميمون؟ انا ممكن اساعدك واروحك لحد بيت. ابعد يا ابني عني، انت عارف توصل نفسك البيت. طب جربيني بس، تعالي بس معايا. شكرا يا ابني كتر خيرك، وعناية كمان فتحت الحمد لله. اتفضل الهدية دي على شارك علشان انت ساعدتني. العفو. سلام يا بارة ياسمينة. سلام يا ب... سو 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 سو. يا حلاوتكم يا طعمتكم، تعالوا بقى علشان اكلكم. هم عاوز مننا ايه يا زعرب يا مكار؟ ابعد عننا ابعد. ابعد ده يوم المنى لما اكلكم. هم مياو مياو. طلعني من هنا طلعني من هنا. ايه ده، انت ساعدتينا يا طوطة، متشكرين جدا. ماما غدا بتحبكم جدا، لو عجبتكم حلقة النهاردة اعملوا لايك للصباعة فوق، وكمان اعملوا اشتراك واستنونا في حدوتة جديدة.